وصفة الكرز الأحمر رح يكون بدنا 2 كوب من أوراق السبانخ، أو إذا ما كان في سبانخ في الخس تقدر تستخدموا هاد أو هاد. رح يكون بدنا كمان كوب من الكرز الأحمر المنزوع منه البذرة، رح يكون بدنا ربع كوب من الجوز المحمص. بالنسبة للصوص رح يكون بدنا ربع كوب من اللبن، معلقة كبيرة من المايونيز، 1 معلقة صغيرة من الخردل، ديجون ماسترد أو الماسترد العادي بزبط إنكم تستبدلوهم، الديجون ماسترد طعمه أقوى، وبدنا معلقة كبيرة من عصير الليمون ومعلقة صغيرة من العسل وملح وفلفل حسب الرغبة. طبعاً يعني مبسوطين على المكونات، مبسوطين جداً يا ألا صح؟ حبيت يعني إذا بنقدر، أنت اليوم جايبة خس، بس إذا بنقدر فعلا ببيوتنا إنه نجيب سبانخ، كثير أنا بحب السبانخ بالسلطات. أنا كثير بحب السبانخ، بتعرفي لما كنت حامل كانوا حامي سبانخ طازج. يا عيني، بيبي سبانخ. من الكيس بس سبانخ. هلا رح ننزل بالخس، طبعا احنا بنحاول كمان نراعي موضوع انه المواسم، وهلا الدنيا شوب فالورقيات كثير بتخرب بسرعه، بس هو موسم الكرز وحبيت اعمل لكم شيء مع الكرز، ممكن بالسبانخ او ممكن بالخس، راح انزل فيهم. اول شيء راح اخلي كم من حبه للتزيين، تقدروا تكتروا؟ طبعا ممكن تكتروا زي ما انتم بدكم. وراح ننزل شوي بالجوز المحمص او المقلي أو المكرمل، أنا بفضل لو أنكم تكرملوه، رح أحكي لكم كيف تكرملوه لقدام، بعمل لكم وصفات فيها مكسرات مكرملة. رح ننزل بالصوص. بفضل تتركوه بحاله. إيه؟ وأنا بفضل يتركوه بحاله. بتحطوه زي ما هو. معبى أوميجا 3 ومعبى فيتامين إي، بلاش تطيروهم بالكرملة. بالكرملة صحيح، عشان بس هو كثير بعرف إنه أذكى، بتعرفي؟ لا انت اكثر حدا بيعرف انه انا بحب ادوق هاي الشغلات، وبحب وحتى ببيتي ممكن مش شرط اعمل كل شيء صحي 100%، دائما بنحكي الاعتدال، ولكن بحس جوز عين الجمال من كثر ما فيه فوائد فعليا لازم ناخده هيك ني بدون اي تحميص او اي اضافه او اي كرمله. حطيت اللبن وهلا حطيت العسل، بعدين راح احط شويه من الليمون، وبتقدروا تحطوا كمان من الخردل ديجون ماسترد زي ما حكيت لكم او الماسترد العادي. الديجون ماسترد حدق اكثر للناس اللي بحبوا الحدقه بالطعم. وراح يكون بدنا كمان هيك ناخذهم كلهم، وراح ناخذ المايونيز والملح والفلفل. هلا انا بفلفل وببلش شو فلفلنا بفلفل يا جماعه، حتى الاء تحرك لنا الصوص بصير جاهز للسلطه. بدي احكي لكم شغله كثير مهمه عن موضوع تراكم الدهون بالجسم، كثير مرات بنحتار انه الدهون متراكمه بالجسم وشو سبب تراكم الدهون. اسباب كثيره، منها النمط الغذائي، لما انت بتكون باطباقك الغذائيه بتحاول تاكل اشياء فيها زيت اكثر، بتحاول تاكل اشياء مقليه اكثر، اشياء دسمه، ودائما هذا نمطك الغذائي، يعني مش مرات باكل هيك ومرات باكل هيك، هذا من اسباب تراكم الدهون. كمان قله الحركه، كثير اشخاص بياكلوا يمكن باعتدال ولكن حركتهم جدا قليله تكاد تكون معدومه، بهي الطريقه دائما بنقول انه ندير بالنا لانه رح يتراكم دهون. كمان ما بننسى جزئيه جدا مهمه، ندير بالنا على فحوصاتنا، كثير في عنا موضوع الفحوصات، يعني ممكن يكون عنا خلل معين بالجسم احنا مش منتبهين له، رغم انه اكلنا معتدل وحركتنا ممتازه الا انه عم بيصير تراكم دهون. من هاي الفحوصات اللي ممكن نحتاجها طبعا دائما باستشاره الطبيب اللي هي فحص الغده الدرقيه، فحص مقاومه الانسولين الهوما، ايضا فيتامين د لازم نشيك عليه باستمرار، والفيريتين اللي هو مخزون الحديد. هدول 4 فحوصات جدا مهمين لحتى دائما ما نعاني من ثبات الوزن. مع هدول 4 فحوصات يكونوا تمام، شايكين عليهم مع الطبيب، واذا في اي مشكله صحيه ماخذين الاجراء اللازم، ونمط غذائي معتدل نوعا ما، وحركه على قد ما نقدر كل ما كانت اكثر افضل، يعني مستحيل يصير تراكم لاي نوع من انواع الدهون باي جنب من جوانب الجسم. انا بدي اسالك هذا السؤال، هذا الشيء بلاحظه ولكن ما بعرف اذا هو حقيقه ولا لا. الناس اللي بيحبوا الحلويات دائما انصح من فوق، والناس اللي بيحبوا الموالح اكثر دائما انصح من تحت، هل هذا له علاقه بالطعام؟ شوفي لما بدنا نحكي انصح، فاحنا ممكن يكون زياده الوزن هاي اما دهون او تحبيس سوائل. تمام. هلا اذا كان السبب زياده وزن دهون، فغالبا لما بناكل حلويات فاحنا عم ناخذ سعرات حراريه كثيره، فحسب جينيا انا الشيب تبع جسمي كيف بيكون الاء، يعني في ناس شكل جسمهم زي التفاحه، في ناس زي الساعه الرمليه، في ناس زي النجاسه بتحس، يعني في اشكال مختلفه وهذا شيء جيني. فانا بمجرد ما باكل سعرات حراريه زياده
رح تزيد الدهون وتراكمها يكون بالمناطق اللي انا جينيا جسمي بزيد من هاي المناطق اكثر. ولكن بالنسبه للناس اللي بياكلوا موالح بحسهم بينصحوا من تحت اكثر، وخاصه الاطراف الخاصه باقدامهم، لانه بصير عندهم احتباس سوائل بسبب زياده تناول الموالح باكلهم، بصير الجسم مش قادر يطرد كامل كميه السوائل، فبيكون زياده الوزن هاي غالبيتها سوائل وليس دهون. اوكي، معلومه جدا مهمه. طيب شغله ثانيه، هاي شغله دائما بلاحظها وطبعا عرفتها بعد ما صرت اروح على الجيم وهيك، واللي هو احنا مرات بس نوقف على الميزان بنكون مبسوطين احنا وزننا نزل، صح؟ ولكن في الواقع انه هو الوزن لحاله عالم، ففي فحص بتعملوه ببين قديش الكتلة العضلية والكتلة الدهنية في الجسم عشان الواحد يعرف هو عم بنقص وزن من إيش. يعني شكراً ألاء، شكراً على هذا السؤال اللي كتير مهم، لأنه كتير ناس بيروحوا على الجمات بيقولوا لك أنا ما عم بنزل ووزني ثابت إلا أنه مقاساتي مختلفة. بدي أقول لكم معلومة جداً مهمة، لحتى تشيك على وزنك ما بيكفي أنك تشوف وزنك على الميزان العادي، أنت لازم تعمل فحص لمكونات الجسم. هذا الفحص بيبين لك قدي نسبة الدهون، قدي نسبة العضلات، قدي عندك احتباسات سوائل. بناء عليها أنت بتقرر أنت عم تنزل وزن أو لا. لما نحكي الفرق بين كيلو العضل لكيلو الدهون، زي ما نحكي ألاء الفرق بين كيلو الحديد لكيلو القطن، يعني هم على الميزان وزنهم كيلو ولكن الحجم جدا مختلف. دائما حجم العضل اقل من حجم الدهون، الدهون بتكون نافشه ومعطيتنا هيك سايزات اكبر. فكتير ناس بتروح على الجيم بتصير تنزل دهون تزيد عضل، الوزن ثابت الا انه الشيب كتير بتغير وشكل الجسم بصير عم بترتب. بلا، وكمان بحس إشي كمان كتير بصير انه احنا مش بس نكبر بالعمر، بصير احنا الكتله العضليه تاعتنا بتقل، خصوصا احنا النساء الكتله العضليه تاعتنا دائما بتقل، فبصير احنا لازم دائما نعمل ولو شوي تمرينات رياضية، مش ضروري نروح انه جيم وهيك على قليل مقاومة، مش بس كارديو. هلا في ناس ببلشوا تمارين رياضية يفكروا بس كارديو، بس مشي، بس سباحة، هاي كلياتها تمارين كارديو بتحرق الدهون، ولكن احنا بحاجة لو مرتين بالاسبوع تمارين مقاومة. شو يعني تمارين مقاومة؟ هي التمارين اللي احنا بنحتاج يعني نقاوم الجاذبية الأرضية فيها، يعني مثلا الناس اللي بترفع دامبلز أو بترفع أثقال، الناس اللي ممكن هدول اللي بيكونوا زي مطاطات بنستخدمهم للرياضة، صحيح. كلها هاي رياضات مقاومة احنا بحاجتها لو مرتين بالاسبوع من نص ساعة ل 40 دقيقة لحتى دائما نحافظ على كتلتنا العضلية.